السلام عليكم صديقتي العزيزات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم بخير وعلى خير. نتمنى الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال والظروف. مرحبا بكم معايا، فيديو جديد، فيديو مميز بالنسبه ليا. هو عيد ميلاد لولدي، الله يخلي ليا يا ربي، والله يرزق اي واحد الذريه الصالحه. فمني بدا يفهم وبدا يعرف السيد، ولا هو اللي كيقول لي ماما بغيت عيد ميلاد، ماما بغيت عيد ميلاد. ايوا مهم، درناه له وفرحنا به. هادشي اللي كاين البنات، كنت نشارك معكم ولو غير هكذا تاخذوا فكره بالنسبه للتزيين او ديكوراسيون. هكذا شنو ممكن ترافقوا في عيد الميلاد ديالكم؟ مهم بعد الاقتراحات وصافي. شاركت معكم الفرحه ديالي بوليدي والحمد لله دازت عشيه الصراحه زوينه بزاف. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وهانتوما معايا كيف كتشوفوا بالنسبه للديكوراسيون، فانا اختاريت انها تكون سامبل، تكون ما اخترتش هكذا الالوان ولا ما داك الازرق البليدات ولا الغوز البنيتات وهذا، فاختاريت انني نخدم بالجري والصفر اولا الجري والذهبي باش حتى لو تيم ما بغيتش، ما اختاريتش شي حاجه معينه حتى ولدي ما كيبغيش زعما شي رسوم معينين ولا شي حاجه، ما كيحمق على كره. حتى لاطاقت كانت على شكل كره البنات. المهم غادي نوريكم كل شيء بالتفصيل. وبالنسبه لهذا الشيء ديال الديكوراسيون راه كيتباع عند صاحب الحلويات او اللي كيبيع الزين ديال اعياد الميلاد، فمن عنده خديت تقريبا، ماشي تقريبا، راه كل شيء خديته من عنده. في عنده الاشكال والانواع والتزيين ديال الطاوله. هانتوما هنايا كاين هاد لاناب ديال الطبله على شكل بلاستيك، خديته هكذا في الكحل والذهبي باش نبقى غاديه مع نفس لو تيم اللي انا اختاريت. حتى الطبيصلات والكويسات ديالهم، هاد شنيشيناس ديال التزيين، هاد الكويسات ديال لي كاب كيك اختاريتهم حتى هما يكونوا في الدوغي. فصافي اختاريت ان يكون داكشي بالدوغي والارجنتي اولا الكري ولو جون. هذا هو اللوينات اللي حاولت انني نبازي عليهم وصافي البنات، هادشي اللي كاين. مهم كيف كتشوفوا معايا لاناب ديال الطبله لهذا الكويسات بداك لي سافييت ديالهم، الطبيصلات، الكويسات ديال كاب كيك، هاد هذا النفخه ديال ثلاثه، يعني حيت عنده ولدي دابا 3 سنين، كمل 3 سنين تبارك الله. وسوينتات هادو ديال الفوشار، الكويسات تما ديال الفوشار. هادي ديال هابي بيرثداي درتها هكا في الكحل وفيها الدوغي. فكيف ما قلت لكم حاولت انني هادو هما الالوان اللي نخدم بيهم، هما اللي يجيني في الزين ديالي. المهم البنات، هادو بعض المشتريات واخا ما بينتهمش كاملين. المهم راكم عارفين مع التلفا والخيضه وهادي وهادي كتلقى راسك شي صورتي وشي لا. صافي البنات، هادو هما المشتريات ديالي اللي خديت. نخليكم مع باقي التحضيرات ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسوش تدخلوش عليا بلي لايك ديالكم ولي كومونتير وتبارطاجيو مع الاصدقاء والمعارف ديالكم. وهانتوما معنا. هنايا عندي فرقت الجلسه ديالي على طبيله ديال الملح وطبيله ديال الحلوى، خليتها بوحديتها مع الوليدات وداك الشيء. صافي قلت هنايا غادي ندير غير داك الشيء اللي ما هو مملح وهذا. ف رافقت هنا الطبيله ديالي بهاد شويه هكذا، درت بيتزا
بلا صوص طوماط شويه ديال بصله مشحره فلفل حمراء الكروفيت والفرماج زبيتينات المهم كتعمروها باش ما بغيتو نتوما. هنا عندي لي شوسون اللي تاهما بلا بات فيتي معمرين بالفيرميسيل والدجاج ومهم فرماج راكم عارفين البنات. هكذا جا هذا هو الشكل ديالهم هكذا حطيتهم في هذه الفرقه بحال هكذا جاو شكلهم زوين ولا في المنظر ولا في المذاق. هنا عندي لي كيش حتى هما معمرين بالدجاج البنات صوطي بصيله ودرت ليهم هذا سكوتيون سكوتيون لا بارا يا كيش بدانون مسوس والبيض والفرماج صافي هادشي اللي درت معها البنات. مهم هنايا عندي لا طارت هي هادي على شكل كره حيت ولدي كيحماق على شي حاجه سميتها كره انا ندخلو نشريو كره ونخرجو نشريو كره. مهم شي رسوم معين ما كيتفرجلوش داكشي علاش اختارينا ان الحلوه تكون هكذا على شكل البالون. المهم البنات هذا هو الشكل ديالها. اما المذاق البنات راه رائع فالسيده اللي خدمتها تبارك الله عليها فنانه غزاله خصك تعطيها غير شنو انت باغيه وديرو لك. اما لوكو ما نعاودش ليكم البنات راه فيها جاي فيها طبقه ديال النوكا طبقه ديال الشوكولا طبقه ديال لاكريم طبقه ديال لاجينواز وعامره بالقرقاع. مهم تبارك الله داكشي ما نعاودش ليكم غادي تشوفوا لا طاقه مقطعه وغادي تبان ليكم الخدمه كيفاش دايره. هنايا عندي لي كاب كيك اولا لي مادلين مهم زينين بلا كريم من الفوق فدو ديال الدار كيف كتشوفوا معايا داك الكويسات اللي كنت خديت هما اللي درت فيهم لي كاب كيك طلعت لا كريم وزوقت بهم من الفوق هكذا دي بونبون بالنسبه للوليدات راكم عارفين هادشي اللي كيعجبهم. هادي هي الطبيله اللي حطيت فيها لا طارت فدرت معها غير هادشي شويه ديال مارشميلو هادو كلهم راه كتلقايهم عند صاحب الحلويات كلشي كيتباع البنات. وهادو هاد لي ماغنوم ولي ماغنوم على شكل كلاص وعلى شكل مصاصات كيف كتشوفوا معايا البنات هادو مشكيلون حتى هما هادو السيده ديال لا طارت هي اللي تكلفات بهم حتى هما كيجيو مذاقهم رائع الصراحه زوينين بزاف كيفرحوا الوليدات كيعجبوهم. هانتوما البنات هذا هو الشكل ديالهم وهادو فيهم مهدي سمية ديال ولدي ورقم 3 ديال 3 سنين. هذا هو الشكل ديال البنات حتى هما كيجيو زوينين بزاف والمذاق ديالهم رائع غادي يعجبكم. وضروري كمرافق اعياد الميلاد البوب كورن اولا الفشار القلية الدرا ديالنا ضروري حتى هي كتقلى كنشاركو بها هكذا الطبيله والوليدات كتعجبهم وتبقى كيبقى لكم الاختيار ديرو شنو ما بغيتو كاين اللي كيدير داكشي بصح اللي كيدير داك الدرا ديال النجيمات حتى هي. المهم كل واحد على حسب الاستطاعه والجهد ديالو كيدير. صافي البنات هانتوما بالنسبه للديكوراسيون اختاريت هكذا حيط واحد اللي صيبت فيه بحال هكذا دي بالون مفروخين سمية ديال ولدي داك المفتاحه ديال 3 وهابي بيرثدي راه كلشي كيتباع عند السيد اللي كيصيب هادشي ديال الحلويات اللي كيبيع مقاطع القوام وداكشي. فهادي الطبيله البنات كيفاش جات في الوسط وصافي واكيد داكشي المالح ركيتو حتى معاه غير بالريد ديال اتاي كيف كتشوفوا معايا البنات. والعشيه صراحه الحمد لله دازت زوينه زوينه بزاف المهم فرحت بولدي وفوجنا هكذا بيناتنا وهذا ما كان البنات هذا هو الاساس. وانا الغرض ديالي كامل كان هو الوليدات بغيتهم يتجمعوا الوليدات الصغار يفرحوا وينشطوا مع بعضياتهم هذاك هو الاساس علاش درت هذا لانيفيرسير فقلت حتى يكونوا وليدات خوتي مجموعين ونفرح بهم كاملين.
بالنسبه صديقاتي هنايا هاد لي كيش هادو صراحه واحد لاطاط فيهم غزاله خديتها ديجا واجده عند واحد السيده صراحه عندها لاطاط واعره كتحسي بها يعني فيها الزبده كتذوب في الفم ماشي داك الباط اللي كتكون قاصحه ولا مدقصه ولا معجنه صراحه عجبتني بزاف زوينه بزاف حتى الحشوه اللي رفقتها جات معاهم بنينه وبالنسبه لهاد لي شوسون هكا دايرين راهم معمرين بالفرماج والطون والزيتون كيجيو حتى هما لذاد بزاف وكتبقى الحشوه كيف ما قلت لكم اختياريه هادو البنات لي كريب صالي درتهم على شكل غولي وقطعتهم درت ليهم البنات درت ليهم الشاركوتري والفرماج شيدار والخس صافي وروليتهم البنات وقطعتهم كيجي المنظر كنشدهم بالكوردون كيجي المنظر ديالهم خطير زوين بزاف وحتى المذاق رائع درت دي بانكيك خفاف حتى هما كيجيو ساهلين وهذا الانكيك رولي اللي جا الصراحه خطير 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 ما كاينش اللي ما عجبوش المذاق ديالو رائع فخدمت واحد لا جينواز غنحاول نخلي لكم هنايا واحد الفوتو ديالها جات هشيشه هشيشه لواحد الدرجه ما تصوروهاش البنات خدمتها بربعه ديال البيضات كاس 120 غرام ديال السكر سنيده و120 غرام ديال دقيق الفورس درت واحد ربع كاس الزيت وربع كاس ديال الحليب ومعلقه ديال الخل جات جينواز رائعه 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 وخدمت لا كريم خديت لا كريم ديال برافو اولا دهولالا تستعملوا اي كريمه بغيتو فعجبتني الكريمه ديال برافو كتجي واقفه وزوينه خدمتها مع شوكولا نوار خديت هذاك ديال الدولار البنات اللي كيجي فيه نسبه ديال الكاكاو عاليه يعني هذا ما جاش حلو جا طالق داك المرورات الشكلاط جا لذيد بزاف بزاف فخديت تقريبا رابعه ديال الشكلاط دوبت خليت غير قياس واحد شويه اللي باش ندير الكاناش واللي بقى دوبتو مع سخنت لا كريم ودوبتو فيها ومن بعد حتى بردت عاد طلعتها هكذا بالباتور كتجي كريمه اللي شاده راسها وجات زوينه بزاف ومن بعد زينتها بالكاناش الشوكولانيت بالشوكولا نوار وهذا ولا كريم ديالي وصافي جديد وزوين زوين بزاف صافي هذه هي القطه ديال الشميعه نطفي الشميعه مع ولدي ونفرحوا به وهذا المكان صحباتي انتوا معايا هنايا البنات قطعنا الحليوة غادي تشوفو الشكل ديالها كيفاش جات من الداخل رائعة 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 وأي وحدة بغات هاد السيدة اللي كدير الحلويات لو كيك داكشي فوق الخيال ودوت كامل ودوت كاليتي صراحة كتاكلي وعارفة راسك شنو كتاكلي أنا غير طريف كيقهم حيت عامرة نوكا عامرة كركاع زعما الشوكولا اللي سبيسيال شي حاجة اللي طوب تقولها لي ونهضر مع السيده وتخليني لمرتها زعما ناخذ منها الاذن واش نخلي لمرتها اللي بغات تواصل معاها مرحبا شوفوا تبارك الله شوفوا شحال من دقه البنات وشوفوا كيفاش الكيك جاي واقف وشد راسو وكيدوب في الفم فالصراحه اللي كلاها كنقول الله يعطيك الصحه لهاد السيده اللي خدمتها لي راها صراحه طوب واعره 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 ما تحشمكمش مع ناسكم ومع احبابكم رائعه
بنحب شكرا شكرا برافو ماما بصحة وراحة هاك يلا هاك عايزين هذا عايزين حلو هذا يلا حلو كادو يلا ماما أرى هذا خلي هذا هنا يلا نشوفوا كادو هيب شوية واو وهانت قلبها هكذا باش تشوفها واو ميرسي وبلاتي يلا جيب لاخر سير جيب لاخر هاو ديال عبد الله وايمن يلا عاونوه خليني نعمل ما كنزوش يلا سبا شوف وهيب شوية ماما هذا فردي وشنو هذا قصة زوينة نشوف يلا قول شكرا لعبد الله وايمن قولهم شكرا شكرا يلا نحلو الكادو لاخر نشوفو الكادو ياسين هاك هذا هنشوفو عاونو يلا عاونو كيف ما بصحة وراحة يلا قول شكرا لياسين